والسلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في سلسلة جديدة أكسجينة انكلودد. هل وضعك إلا بدون أكسجين الحين؟ لازم نحصل طريقة يتنفسون فيها العالم، إذا ما يتنفسون بيموتون طبعا. ولكم تو خليل جيمنج، وهاي لعبة أنتم طلبتوها وإن شاء الله راح نشتغل عليها ونجرب ونشوف شو وضع اللعبة. يمكن تحبونها يمكن ما تحبونها، يمكن تبونها يمكن ما تبونها. أنا ما أعرف وضع اللعبة حاليا معاكم، أنا أظني طحت على ناس رقم واحد. شو عنده هذا؟ انا طبعا قعدت مع اللعبه شوي، 10 دقائق ربع ساعه، بس بعرف الكي بايندنجز والشورت كاتس والسالفه للعبه وبعرف شو الموضوع، لكن ضعت بزياده، فقلت ما بطول الموضوع، بتعلم اللعبه وياكم، جايز بعد يستوي شيء. This duplicate might actually be several black holes. اسكت كيرز، ليش زعلان هذا؟ cannot perform errand كير This duplicate الى اخره، ما عندهم مشكلة. أنا أظني على الأستاذ اللي عندهم زينين، بس هذا يمكن لازم أغيره. خلنا نشوف شو يطيح لنا. واحد نبغى واحد متوازن شوي. هذا شكله زين، عنده دقنق بعد، ما عندنا دقنق ثاني. هذا الدقنق شكله زين. مبارك طبعا. خلنا نصير في السم ما صرنا قبل. خليل كوكنج دوم دق انتر، ما يشغل انتر. مبارك. هاللعبة نطيح في عالم، يا حد فيكم كان موجود في كرافت ذا وورد؟ اذا كنتم موجودين في كرافت ذا وورد بيكون شيء حلو وايد الصراحة، شيء جميل جدا. بس هاي مستوى صعوبتها شوي اعلى، لان فيها شوي كومبليكيشنز، في شوي تعقيدات اللعبة. اللعبة تسلسل غريب عجيب الصراحة، ولازم نسوي ريسيرش، نسوي دنيا، ونسوي بطاريات، ونسوي كهرباء، وما لحقت اني استكشف اللعبة، ف بستكشفها وياكم. اتمنى تتحملون الاستكشاف هذا. يمكن يموتون كلهم، يمكن ما يموتون. Your crew has awoken a standard inside distant asteroid. Oddly, they can't recall how they got here. They'll need to survive to find answer. يقول ربعك حصلوا عمرهم في مكان مجهول ما يعرفون هم وين، لازم ينجون عسى بيعرفون شو يسوون شو السالفة. أنا عندي شبه فكرة أنا كيف بسوي القاعدة مالي، لكن مش فكرة عامة. الحلو في اللعبة على فكرة حصلت تقريبا شورت كات حق كل شيء في الدنيا. خلينا نشوف كيف وضع الاكسجين. اخ، من اولها كربون دايكسايد، هذا سي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، على فكرة بيسوي لي مشاكل وايد، بس عادي. امور طيبة. 1 2 3 4، اذا بدل هني مشكلة. هذا احتاجه حق اكسجين دوك ستايل، هذا يطلع لي اكسجين، يعني وايد بيخدمني بداية اللعبة. خلينا نبدا نحفر شيء. اذا بسوي 4، بسوي 4، انا براي بسوي 4. خل كربون ديكسايد يطيح تحت. كربون ديكسايد وين بعقه؟ كربون ديكسايد بعقه تحت هني، لان هذه اظني اكبر مشكله في اللعبه، انك تتعامل مع ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون يمكن اكثر شيء في الدنيا انك تتعامل وياه، فافضل شيء ان نعقه تحت. هاش سالفته اول مره تشوفه. دقين قاب بارد ابو جاكسون. اوكي، شكل الرجال طيب المحترم. انزين، بسوي اول شيء دري، دام نفتح لنا دري. شوف 1 2 3 4، يعني هني بنبدل الارضية، بسوي هالارضية. هذا بخليه، هذا مصدر اكسجين بيكون، فما بسوي له حشرة. هني ابى اعق ثاني اكسيد الكربون بدري في نفس. اوه، عندي مصدر اكسجين. ثلاثة. على فكرة يقدرون يتنفسون فترة جميلة، على فكرة الصراحة، يعني يتمون فترة حلوة هم يتنفسون وغير ما يتشكون، واللي هو شيء. لحظة، انا شو سويت توه؟ منزل والله الشورت كاتس في اللعبة صراحة لذيذة، بدك تحطيها في سندويتش وتاكلهم. رقم واحد الصراحة. وين صار؟ كانسل دقنق جي، دقنق جي 4. خلهم يسوون دق هنا من يخلصون هناك. نشوف شو وضعهم، مش كويس والله. خلنا نحطي لهم، بيختنقون؟ لا، بيرمون يتنفسون، بيرمون. اهم شيء انزل هذا تحت انا الحين. زين، اباهم، لا اول شيء شو بسوي؟ بخليهم يشلون هذيل. الحين الخطة نحن شو؟ هذا
تانك ماي عجيب الصراحة، بنستعمله حق الماي عقب. الخطة إنه يسوي قاعدة أساسية فيها أكسجين وفيها مصادر أكل، لأن إذا ما فيها مصادر أكل بتلعوز. الأكل وايد مهم وما قاعد أحصل هني مصدر أكل مثل العالم والناس، ف يبالي أعيل شوية، أعجل أعجل. المشكلة هاي لازم يشلون. انزين شلوا هايل، هني ما في شو اسمه، ما عندهم اكسجين هني. اوكي هذا حل مؤقت بيمشي وياي، بس عقب ما بيمشي وياي. فشو بسوي؟ ابى ارقد الجماعة. وين صار شباريهم؟ وين هذا اوت هاوس قبل زي دبلو ستري ليفز دم سيلفز. هذا الله يعزكم بيت الراحة. فرنتشر نحن نبى كنت، بس لازم يشلون هايل. فبنحطي اولوية انهم يخلصون هايل اول، على اساس شو اسوي؟ احطي لهم سراير هني. لحظة مش بس هاي، حتى هاي خلصوهم بسرعة، خلصوهم بسرعة. على فكرة اللعبة فيها ريسيرش طويل، يعني يمكن تكون سلسلة طويلة شوي. انا بعرف منو فيكم، انا اعرف حد كان يترياها وطلبها بالاسم، لكن بعرف منو فيكم يتريا اللعبة هاي اصلا وما حصل لها مرجع وما حصل لها السوالف. خلنا ندق استكشاف على الطق، قاعد ياكل عنا اكل. اوكي يكفينا حاليا. انزين خلي يولي اللي تحت. شنو بنحطين احنا؟ قلنا نبى نحطي لهم اثاث. هم كم واحد عندنا؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاث. اوكي لازم احصل حل مع الموضوع هذا. على فكرة الموضوع راح يبلنا المرض. انزين اسمحوا لي على التعبير، لكن تعقدت انا منه شوي. ابا هني اكسجين، قاعدتنا بتكون فوق. بنسوي لازم سيستم حق ثاني اكسيد الكربون اصلا في كل الاحوال، بس هذا بيسوي لنا مشكلة خفيفة. بستعمل انا الالقاي هذا، بستعمله، لابد اني استعمله في مرحلة من المراحل، بس بنسوي له ريسيرش اول. انزين عندنا الحين باور بسوي فيه ريسيرش سنتر، بسوي فيه ريسيرش سنتر. بس عندنا وايد سامان، فمحتاج مكان اعق فيه السامان. لحظة خلنا نبطئ اللعبة شوي، خلهم يشلون هذا ويحطوا لنا التايلز هني. هذا ما با، هذا ما با. وخلنا نحطي أولوية، خلهم يخلصونه. إذا حصل شيء ثاني أهم حطي. تعال ليش زعلان مني؟ ليش؟ اوكي راقدين الجماعة. حل الليل انا يعني عادي. قوموا قوموا حللوا رواتبكم. ها الحين اوكي حللوا رواتبكم بدل ما انتوا راقدين. لحظة لحظة لا 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 تشلون هذا. ها نبا هذا مسوي لنا خير، مش طبيعي مسوي لنا خير. بتمدد بسرعة من اول حلقة، ما بتريا وايد. هذا اكسجين، هذا الماي نبا بطلع دري فوق بعدين بنستعمله. مكانه حلو على فكره، بيتحول لتانك. في عندنا فرتلايزر، في عندنا ديرت، في عندنا ساند ستون. لازم احطيه اول شيء ارضيه، بحفر حفرتين هنا وبسوي على طول دايركت ارضيه. وهذا بعد، هذا بعد زين والله، مكانه زين. اروم اطلع له فتحه من فوق. وايد خططت ترى نسوي البيس، موقع البيس مالنا حلو يعني مش سيء ابدا. بس الحين شو بسوي؟ ابى احطي كهرباء دام ان عندنا اماكن زينة. ابى احط كهرباء في مكان ما، بحط الجنريتر، بحط ريسيرش سنتر هني. فخلني اخلي مسافة، وبحط بتري واحد الحين يسيف. اوكي وبنحط وايرين والنبا. الحين شو نبى؟ نبى ريسيرش ستيشن ونحطي له كهرباء. ريسيرش ستيشن واحد بيبي ينتج لنا كهرباء، وواحد بي هذا ما بيطيح. اذا هذا طاح انا بتوهق. لا تحفرون اقولكم، كنسلوا هذا كله. بنطلع فوق. اخ هاي الحركة اللي ما دانيها. وبني عند هذا هني فوق، وبنسوي ارضية هني.
الأرضية هنا مو بسوي لحظة كم عدينا؟ 1 2 3 4 بسوي الأرضية هنا، بسوي غرفة ثانية وبنحفر 1 3 4 4 القياس اللي يقدرون يحفرونه. أحب أشتغل على القياس اللي يلعبون. أوكي استوى عنا ريسيرش عندك آر طبعا ريسيرش وين ريسيرش هنا. أول شيء بسوي الريسيرش الأكل على طول على طول على طول على طول أكل، لأن الأكل مشكلة من قديم الأزل ويانا الحين. مشكلة بيحتاجون الله يعزكم حمامات، بيحتاجون هالسوالف، بيحتاجون بعض أمور لازم نسويها. لازم نحط لهم الأكسجين قريب، ترى على فكرة بيستوي عندنا ثاني أكسيد كربون وهذا بيتعبه، بس حق الحين زين. بس لحظة خلنا نزيد المساحة اللي يطي فيها ثاني أكسيد كربون حق المستقبل. تنفسون فترة حلوة أنا لاحظت عليهم. أوه منو عق هذا؟ والله مو مشكلة عادي، مو مشكلة بتحملهم شوية. اليوم يسوي شغلات عجيبة الصراحة. أول شيء يسوي أكل، بس أكل وين بحطيه؟ أحطيه هني الأكل؟ شكلي بحطيه هني الأكل، شكلي بحطي الأكل هني. ليه صاروا يرقدون الجماعة؟ فكونوا شو مشرم. لحظة أنا بجمع السمان مالي من هني. في شيء أصلا فارمبل هني؟ ما في. هني شو؟ أكسجين بريثبل غاز. أوكي أوكي دام إنه بريثبل أمور طيبة. أهم شيء ما يكون متعنى عليه يعني. ما مو بشيء يبهدلنا. انريتشبل تدق ليش انريتشبل شو السالفه؟ خلينا نسوي هاي برايورتايز يعني نسوي له اولويه يعني اولويه يعني ما عليكم. في تكتكه في اللعب، في تكتكه. انا الحين ستريه هذا خلص ريسيرش والله سريع. لا ما خلص حبيب ما خلص يا طيب. يا طيب تعال سوي ريسيرش. ويستوي اعين حد هني؟ ابى اوظف واحد هني هاي شغلته. This power sources idle. ابى حد يسوي لي ريسيرش. وليت جين جين. لحظة انت ليش اسمك جين؟ غيرش سميش عواش. عواش؟ لا شو نسميها مريم؟ لحظة عواش بالثلاثة بنكتبها عواش. عواش تعال يسوي ريسيرش. منو اللي عندنا بعد؟ منو انت؟ تعال انت شو اسمك؟ انت مش لدر يا صديقي، انت إليلي عبود. تعال عبود تعال. بعد عندنا غير، خلنا غير الوضع. انت شكله اسمك عباس، ما اعرف ليش والله ما اعرف ليش، بس اسمه شكله عباس، شكله شكل عباس. زعلان عباس؟ عباس شو تسوي عباس؟ زين احنا عباس وعواش وعبود قاعدين يشتغلون عندنا يا جماعة. لا احد يضايقكم، لا سامع عشوائية ترى. هذا يسوي لنا اكسجين الحين زين، عندنا معنا برشر امور طيبة. فيري بريثبل فيري نايس. ندور الفيري بريثبل نحن. فيري بريثبل ايوه. نبى اكل ليش؟ لان نحن الحين شو بنبدأ نسوي؟ بنبدأ نزرع على طول. مايكرو بشر وين كان؟ شفته انا شفته مال تزرع ولا مال ريسيرش ما خلص. لازم هذا يخلص. عواش اشتغل بدمه وضمير يا عواش. عواش لا تسوي لنا حركات. عواش طالعين واتساب ونش الدوامين عاطينك كمبيوتر. تبو حمام مال عواش. سامحين عواش اين انت يا حمام؟ حمام اوت هاوس. سوي حمامين، واحد حق كريم واحد حق ريايل. شو رايكم؟ اوكي ما عندنا مكان تخزين نحن. انا سويت مكان حق تخزين وما سويت رسالة. فلحظة خلنا نحط له اولوية هذا زين، ونخليهم يسوون هذا بعد هذاك زين. هذا بعده في مكان يعني يشيل كل شيء، بس خلينا نحط التخزين احتياطا يعني، مش احتياطا يكون شيء زين. وعندنا هاي الحين اوريدي قلنا لهم يشيلون كل شيء.
السويب عندنا مكان حق السويب نحن اصلا، حتى لو بغينا موب حد عملها مكانه. هي والله خيسين الدنيا بوبس، تعرفون البوب؟ اع متبولين على الارض. اخ شو هالع، بفنشكم الحين، بفنشهم مخيسين الدنيا، مخيسين الارض، الله يخسهم خياس. لا لا لازم حمامات، لازم الحين بيروحون حمامات. يا بابا انا سويت لكم حمام عسى بسوون موب على الارض. يا اخ ما عندي ناس كفاية. ايوه بينا واحد زيادة، واحد رابع والله بيخدمنا خدمة الحين، خدمة خدمة بيخدمنا الصراحة، بيخدمنا خدمة طيبة الواحد الزيادة. بس خلنا نشوف أو تشوز digging and farming digging هذا شو اسمه unconstructed this is going to building even most basic structure، ما منه فايدة ما يسوي building. شكله أحسن واحد هاشوش لينسي. شو لينسي؟ انت بنوظفك بس مش اسمك لينسي، انت اسمك عتوقة، تسميها عتوقة، تعرفون عتوقة توباك، عتوقة توباك. انت تعي صبر صبر صبر، عتوقة توباك عرفتوها مال شنبي، عتوقة توباك تعي عتوقة توباك. اليوم انا ما في بروح نيمز ريج، ما في عواش نبري سيرش عواش. ليش عتوقة توباك كانت سلوكي في ديسبلكنت ريسنتلي سليبت اون ليكويد. زين انا قلت لكم نظفوا الارض، يعني انتو ما تفهمون مثلا ولا كيف ولا شو السالفه ولا. زين نبى زي فود بس نبى الريسيرش يخلص. اذا هذا ما خلص موضوعنا طويل، احنا اليوم موضوعنا طويل. اكسجين اكسجين اكسجين. زين يلا بنا خلصونا. زين لازم نحصل حل مشكلة، بنعق غرش على الأرض. شو بيتشر بوتل اوكي امبتيز بوتل ليكويد باك انتو ذا وورلد. زين وين عق هذا؟ زين باك ذا وورلد وين عق هذا؟ يعني ما يستوي عق عشوائي يعني. كيف نستعمل هذا اصلا؟ بعقى عند ما اعرف كيف يشتغل صراحه، ما اعرف كيف يشتغل بس بشوف، بنشوف بنتعلم كيف. تركم اول موسم والوضع منتهي يعني، ما لازم نستكشف كيف يشتغل. ليكويد سويب اونلي اول، خلاص اول اي شيء ليكويد شل عقه، البدل مال غرش يكون عندنا معقوقات على الارض ومسوي لنا ازمه. هذا شو يشل حبه؟ انت شل كل شيء كوبي سيتنج، بنعطيك كل شيء وين كلهم نفس الشيء يكونون. اوكي تو الحمامات جاهزة عندكم اظن، يسوون الاكل على فكرة. بلانتر بوكس اوكي. هاي المنطقة بما انها شكلها زينة 1 2 3 1 2 3 خلنا نزرع فيها، خلنا نعطيها اولوية بعد في الزراعة عساس نزرع دايركت يلحق ينمو. شو الاسترس؟ ما عندهم. عتوقة توباك زعلانة، عتوقة توباك بعد زعلانة. اخ اوكي مو مشكلة، الله يسامحك يا عتوقة توباك. بعد ما نبني ذاك ما رح محدد اولوية على هاي لنا. شو زين خلنا نبطئ اللعبة. بلاند كوبي سيتنج اوكي. من يستوي عندكم ازرعوا. No seeds available مو مشكلة، من يستوي في سيد شو تسوون؟ تقومون تشلون سيد. ها شو وضعهم يشلون سامون؟ عباس عباس كله شكله معصب، كلهم معصبين هسه. خيبة عواش عواش ما حد ياكل عتوقة توباك الله يخس دروسك. متأكد انه مسوي ابتسامة الود هاي مش طبيعي. انزين الابتسامة اللي ابتسمتها شوفوني الكاميرا عندي. المهم عن سوالف العبط هذا. ايوه هذا يرجع تحت مو مشكلة، خلى هالمكان يتعبى وسخ، يتعبى كربون ديوكسيد، يتعبى كل شيء. هذا اصلا مجاري مسوينه اصلا، انا والله اصلا مجاري.
بس خلينا نشوف ريسيرش باور ما نبغى حاليا، نبغى بلمبرلنج. هاي سوالف سوال انزين، سوالف سوال يمكن نحتاجها. انا مش متأكد شو محتاجين على فكرة حاليا. حاليا انا جالس اخمن لان تو بادي اللعبة، ففي شوي تخمين في الموضوع. لازم شو وضع الاكسجين مالي؟ مية 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 مية، فلازم شوي تخمين يعني. تحملوا على التخمين انتو، امسكوا معي. ايوه هذا هو، هذا غسول. ليش؟ لان هني انا اللي شفته مشروم اوفرلاي فارمنج، يبالنا وقت اللي نتعود على 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 المكان هذا. هذا الاكسجين اللي نحن نشوفه، وعندنا هذا مال الزراعة. ايوه هذا هو جيرم، جيرم جيرم مال البكتيريا. هاي طلع بكتيريا، يشلون بكتيريا يتمون يمرضون. لكن اذا تسبحوا، لكن اذا تسبحوا ما عليهم خوف يعني، امورهم طيبة. انا مش مخليهم شيء، اي شيء جديد يا سبني هسه حطي له برايوريتي اولوية وخلاص، واقول مع السلامة يا حبيبي. بين ترس هذا. المهم اعطانا سيد على اساس انه نسوي هني شيء ولا ما اعطانا؟ لان هم من يخلصون هذا بيكون على الاقل المكان شكله شوي نظيف. الله يخسكم، ليش تبولون على الارض؟ ها مسوي لكم حمامات؟ حق شو انا مسوي لكم؟ حق شو مسوي لكم حمامات؟ طفصين والله انهم طفصين يعني. ما بقول شيء الا الله يعين. المهم وقت الحلقة خلص، لكن بنهي هذا. انزين سيت دايركشن، اي واحد يطلع من هني لازم ياخذ شوارع. اوكي اوكي فروم ليفت تو رايت، لا الباسنج اي دايركشن فروم رايت تو ليفت. اللي يطلع الله يعزكم الحمام شو لازم شو يكون ياخذ شاور. المهم انا بنهي الحلقه هني ان شاء الله. في الحلقه الجايه بنكمل لان وقت الحلقه خلص. وهي اللعبه مثل ما طلبتوها ان شاء الله تعيبكم اللعبه، واللعبه تكون ممتازه. انا من جهتي صراحه اللعبه شكلها حلوه ولها عمر طويل معنا. اتمنى تكون تعيبكم السلسله وعايبتكم القناه. لا تنسون تقولون لايك سبسكرايب شير كل هذا تحت يعني، لان انتم تخلون القناه تستمر وانا مستمر في القناه عشانكم انتم. والسلام عليكم ورحمه